بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 71. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أسرى به ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، يبين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة الذي يسيرون عليه، فيقول: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هكذا يحرر الشيخ رحمه الله الإجماع المتيقن، لأنه ما كان عليه السلف الصالح يوم كانوا مجتمعين في بلد واحد أو بلاد متقاربة محصورة. وأما بعد الفتوح وتفرق العلماء في البلدان المتباعدة، فالإجماع لا يكاد يكون متيقنا، كما أنه رحمه الله بين من هم أهل السنة والجماعة على الحقيقة، بأنهم الذين يتبعون الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ولا يلتفتون إلى ما خالف ذلك من أقوال الناس، حيث قال رحمه الله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأقوال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والذين يدعون اليوم أنهم من أهل السنة والجماعة كثير، ولكن عندما توزن أقوالهم وأفعالهم بهذه الأصول الثلاثة لا يتحقق انتساب كثير منهم لأهل السنة والجماعة لمخالفتهم لهذه الأصول، كما عليه غالب الجماعات اليوم، وما عليه الفرق المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. ثم بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الأصل حصل في مفهوم اختلاف بين مفرط ومفرط. فقال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويعني رحمه الله بذلك مخالفة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة، كالمعتزلة الذين يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه الخروج على أئمة المسلمين وشق عصا الطاعة. وهؤلاء لهم وارث، ولهذا قال: ويريدون ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يشير الشيخ رحمه الله إلى تركهم البدع والمحدثات التي تفعل باسم الدين، ثم أشار رحمه الله إلى حدوث الافتراق وبين من هم أهل السنة والجماعة بين هذه الفرق، حيث قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.